مشاهدينا الكرام مره تانية بعد الفاصل، وانضمت لي وشرفتني نورتني في الاستوديو دلوقتي معي سمير. ازيكي مايوسي؟ ازيك يا شيف؟ عامله ايه؟ صباح الخير يا روحي. عامله ايه؟ وحشتيني. وانت كمان والناس والله كلها وحشتني حبيبتي، وجايبه النهارده معايا زي ما تعودنا بقى احنا، خلاص تعودنا مفاجآت. أيوة. وهدايا لا، والنهارده اليوم العالمي للمراه. اوعى بقى، اوعى وشك بقى. ايوه بالظبط. وانا بحيي كل ست والله فعلا على المجهود اللي بيعملوه سواء في البيت او بره البيت. يعني برضو عايزه اقول لهم نحافظ بقى على صحتنا، عشان احنا فعلا نستاهل كل حاجه كويسه. يعني هم فعلا ستات جميله يستاهلوا كل حاجه حلوه، وكمان نحافظ بقى على صحتنا. انت بكل الاشكال وبشكلك، سواء مليانه رفيعه شكلك حلو، بس صحتنا، لان زياده الوزن كمان بتؤدي لمشاكل صحيه كبيره. صح، واحنا نحافظ على صحتنا عشان احنا نستاهل كل حاجه حلوه. طيب خلينا بقى ايه، قبل ما نتكلم على الحاجات الحلوه ننزل الصفحات الخاصة على الفيسبوك، وكمان أرقام التليفونات، عشان إيه كل أصدقائنا يبقوا عارفين من خلال الفيسبوك هيتواصلوا على الصفحتين الخاصتين أو الوحيدتين لفيتارم جلوبال، واحدة فيتارم بالعربي واحدة فيتارم بالإنجليش، وكمان 10 أرقام للتواصل. وفي منهم أرقام على فكرة بيردوا عليهم واتساب، في منهم أرقام خاصة بالواتساب، وفي منهم ارقام للتواصل وللسؤال ولاي حاجه استفسار انتوا للمتابعه، كل حاجه من خلال الارقام الموجوده على الشاشه. النهارده بقى يا مايوس احنا هتكلمينا عن الكورسات الحلوه اللي انت جايبها لنا والاوفرز الحلوه. قولي لنا كده بقى ايه انت جايبه لنا النهارده. اقول لك بقى، لو فاكره لما طلعنا الاسبوع اللي فات بالكبسوله الجديده. ايوه. والاسبوع اللي قبله بقى لنا تقريبا اسبوعين طالعين بيها. طالعين بيها. عايزه اقول لك ان انا قبل ما اطلع معاكي النهارده بقى لي تقريبا يومين ثلاثه بكلم الناس اللي هي اخذت مني الكبسوله الجديده، عشان خاطر اخد فيدباك منهم قبل ما اطلع النهارده الحلقه. كويس. وبرده عشان خاطر في اي حاجه مثلا في الكبسوله اقدر اشوف هم محتاجين ايه اكتر عشان بعد كده ادعمه. فعايزه اقول لك ان فعلا رد فعل الناس رهيب. فعلا رد فعلهم رهيب على الكبسوله الجديده دي بالذات اللي احنا دعمنا فيها كل حاجه زي ما قلنا. حلو. رد فعلهم رهيب. يعني انا مثلا لو كنت حاطه مثلا رينج من 3 ل 5 كيلو في الاسبوع ننزله، فانا لقيت ناس فعلا مثلا نازله حوالي 8 كيلو مثلا. قولي في مثلا 9 ايام، فده بالنسبه لي معدل هايل. كويس. يعني انا اصلا هم عدوا الحاجه اللي انا كنت متوقعاها. طبعا في ناس برضو مثلا عندها حرق ضعيف، مثلا عندها مشاكل وراثيه. دول نزلوا قد ايه بقى؟ دول مثلا نزلوا فعلا زي ما احنا حاطين من 3 ل 5 كيلو. حلو. لكن التانيين في ناس فعلا جابت معاها اكتر من كده، من كده، وده معدل هايل. هايل طبعا. وكون ان انا انزل وزن كبير في وقت قليل، في ناس بتقول لك في ناس بتنزل وزن كبير في وقت قليل وتلاقي مشاكل صحيه بعد كده، تلاقي اعراض جانبيه. طب ازاي هنزل؟ لا. احنا نزلنا بطريقه بسيطه جدا، احنا مظبطينها ومرتبينها. ليه؟ لان انا اشتغلت على مشاكلهم كلها، ما مسكتش مشكله واحده مثلا وايه وقلت ايه هشتغل عليها وهنزل وزن كبير. زي مثلا اروح اعمل دايت ويقول لك هنزلك 20 كيلو مثلا في شهر بالدايت، مستحيل مستحيل. وهمنع نفسي من اكل كتير، هقلل حاجات جسمي محتاج ان هو يعني تدعمه. فلا، انا مسكت مشاكلهم واحده واحده، سواء شهيه عاليه، سواء حرق ضعيف، مشاكل مثلا وراثيه عندي سنه وراثيه، كل ده جمعته وحطيت الحل بتاعه ومشينا عليه مع بعض. حلو. في خلال اسبوعين انا متابع الناس، في ناس نزلت مثلا حوالي 10 كيلو في الاسبوعين دول. وده بالنسبه لي معدل هايل بسد الشهيه وتعليه الحرق. وبرده وانا بكلم الناس عايزه اقول لك، بس اخر مره طلعنا بيه كان في كمية كبيرة جدا طلعت بيها بالخصم اللي احنا حطيناه. فجينا عند الساعة 12 كان في ناس كتير لسه محتاجاه، قلنا لهم مع الأسف العرض خلص. فالنهارده طلع بيه تاني بنفس العرض بتاعي تاني، علشان الناس اللي هي كانت طالباه بناء على طلبهم مني ان احنا عايزين نفس العرض تاني اللي هو كبسولتي الجديدة ومعاها كورس منطقة البطن هدية، وبنفس الخصم النهارده لحد الساعة 11 بالليل. يبقى انا كده هاخد الكورس الاساسي بتاعي، وبالاضافه الكورس منطقه البطن اللي احنا طلعنا بيه اخر مره اللي هو الناس ماشيه عليه، اللي هي اخدته بقالها اسبوعين جاب معاهم نتيجه هايله. باضافه لل 70% الخصم والشحن النهارده مجانا. حلو قوي. طب عايزاكي بس تكلمينا تاني على الكبسوله دي، عشان لو لسه في اصدقاء لينا منضمين يبقوا عارفين، او ما تابعوناش في الاسبوعين اللي فاتوا يبقوا عارفين الكورس النهارده فيه حاجه عبقريه. بالظبط. قولي لنا بقى. اول حاجه انا جمعت كل اللي الناس محتاجاه ودعمته اكتر في كبسولتي الجديده. سيب بقى من اي حاجه قديمه تانية، دلوقتي الكبسوله دي كواليتي عاليه جدا، حاجه كده تانية فظيعه. نتيجتها من اول اسبوع ابدا الاقي النتيجه، يبدا منطقه البطن واي مناطق فيها تجمعات دهون بتنزل. الكبسوله دي النهارده للناس اللي هي الاكيله، اللي هي اللي بتفرح تاكل تزعل تاكل،
عايزين يخرجوا، اهم حاجه في الخروجه الاكل. احنا هناكل ايه النهارده واحنا خارجين؟ فالناس اللي هي الاكيله اللي عندها شهيه عاليه زي ما اتفقنا النهارده الكورس ده مخصص ليهم. تمام تمام. اي حد عنده شهيه عاليه مش بيعرف ان هو يتحكم فيها، الكورس ده مخصص ليهم النهارده، وكمان مخصص للناس اللي هي عندها حرق ضعيف جدا بسبب مثلا مشاكل في الغده الدرقيه، مثلا سنه وراثيه، حرق ضعيف، كل ده الكورس بتاعي النهارده مخصص ليهم. الناس اللي عندها شهيه عاليه جدا، الناس الاكيله النهارده بقول الكورس ده مخصص للناس الاكيله اللي بتحب الاكل جدا. حلو. والناس اللي هي عندها شهيه عاليه دي خلاص حلينا مشكلتها. الناس بقى اللي عندها حرق ضعيف برده الكورس بتاعي النهارده مخصص ليهم، لان انا حاطه في الكورس كميه حوارق طبيعيه ونحط 100 خط تحت طبيعيه، حاطه كميه حاجات بتعلي معايا معدلات الحرق، اهمها الراسبري اللي هو التوت البري. معروف جدا جدا ان التوت البري قد ايه بيعلي معايا معدلات الحرق. فانا الحاجات دي دعمتها عندي في الكورس. اول حاجه الكورس بتاعي الاساسي اللي هو الجديد اللي احنا بيه اخر مره. أيوة. كبسولات ونقط واعشاب. حلو قوي. كبسول كبسولتي الجديده ونقط اللي هي هتكفيني حوالي شهر. حلو قوي. دي الكبسوله الجديده يا مي. ده اول كورس، بالاضافه لكورس منطقه البطن برده كبسولات ونقط واعشاب لوحدها، دي بقى شهر. حلو قوي. كورس منطقه البطن ده كبسول ونقط واعشاب برده يكفي شهر. مظبوط. يعني هو كورس وعليه كورس هديه. كورس وعليه كورس هديه. هايل. و50% خاص 70 بقى، احنا قلنا بتاع المره اللي فاتت. فاجئتيني فاجئتيني. بتاع المره اللي فاتت. هايل. ده بناء كمان على طلبهم، لان هم اخر مره زي ما اتفقنا في ناس ما كانتش لحقت انها تاخد الكورس. انا بشكرك والله يا مي. 70% ده انت هايله. طيب خلينا بس ناخد تليفون عشان معانا مين يا ولاد؟ معانا مين؟ معانا مدام صفاء. ناخد مدام صفاء. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بيكي مدام صفاء، اتفضلي حبيبتي. ايوه اهلا بيكي، انا معاكي شيف عظيمه، اتفضلي. ايوه يا شيف عظيمه، انا خدت العرض 3 شهور. اخدتي العرض 3 شهور؟ طب ايه ده اخدتيه امتى وعمل معاكي ايه؟ خدته من اول شهر 2. من اول شهر 2 وانت حاسه ايه دلوقتي؟ لا انا خسيت جامد. وكنت كام بقى يا مدام صفاء؟ كنت كام؟ يعني بقالك شهر واسبوع انت. كنت 98. 190 يا حبيبه قلبي. لا لا 8 98. اوكي. بقيتي كام بقى؟ 80. ما شاء الله ما شاء الله. 18 كيلو. حلو جدا. ماشيه بانتظام يعني. ماشيه بانتظام. في اي مشاكل عندك مدام صفاء؟ حسيتي اي حاجه؟ يعني بداتي تحسي الاحساس المتغير ده من امتى؟ لا هو كان بيجيلي هبوط ودوخه بس كده في الاول، وبعد كده خدت على كده. يا حبيبتي لكن مش مسبب لك ازمه ولا حاجه؟ لا 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 الحمد لله الدنيا ماشيه يعني. طيب انت هتكملي المفروض يا مدام صفاء صح لحد ما تخلصي الثلاث شهور بتوعك؟ ايوه. طيب يا حبيبتي طبعا على خير. طب ليكي اي سؤال لمي عايز تساليها في اي حاجه؟ لا ربنا يخليك. كنت عايزه اعرف بقى اللي هي الكبسولات اللي هي الغلاف بتاعها اسمر ديت. حاضر حاضر. لسه بدي اخد منها النهارده بقى. طيب حاضر. هي هتقول لك حالا مي. شكرا مدام صفاء، تسلمي حبيبتي. تابعها باذن الله. تابعيها يا مي لان هي عايزه تسال على حاجه. انا طبعا مش عارفه الكورس بتاعها عباره عن ايه، فانت قادره يعني. خلاص يا مدام صفاء، مي هتتواصل معاكي النهارده ان شاء الله عشان تقول لك على كبسوله النهارده. طيب احنا معانا التليفون تاني يا ولاد. طيب نكمل بقى يا ميوس. احنا قلنا كده كورس الفردي كبسولات الجديده، كبسوله ونقط واعشاب، عليها الكورس منطقه البطن. منطقه البطن برضو كبسولات ونقط واعشاب. يبقى هيوصل لي ايه؟ علبتين كبسولات وعلبتين نقط وعلبتين اعشاب بما فيهم الكبسوله الجديده بتاعتي النهارده. حلو قوي. هايل. طبعا الكبسولات الجديده دي بقى تصلح للحالات اللي احنا دايما بيسالونا، مرضى سكر او ضغط او كوليسترول. دي اهم ناس عندي، لان اغلب اللي هم عندهم زياده في الوزن بتلاقي عندهم ضغط او سكر او كوليسترول، فطبعا ما ينفعش ان انا اتجاهل بقى اقول لا سكر وضغط لا وكوليسترول، ما ينفعش. مرضى السكر والضغط والكوليسترول ليهم كورسات برضو عندي اكيد. بتظبط لي مستوى السكر في الدم، ما بتعليش معايا الضغط عشان دي مشاكل ناس كتير، فلا كل حاله صحيه وكل سن وكل وزن ليه الكورس بتاعه. وكورس منطقه البطن ده بالنسبه لي مهم جدا جدا جدا. ليه؟ لان انا مثلا لو حد عنده سنه كليه جسمه كله مليان اكيد عنده سمنه موضعيه واكيد عنده منطقه البطن. ممكن حد ما عندوش سمنه كليه عنده مناطق معينه مضايقاه اكيد برده فيها منطقه البطن. طبعا. فعشان كده انا دعمت الكورس بتاعي بكورس منطقه البطن، بحيث ان انا انزل وزني كله واول حاجه بتنزل معايا في اول شهر البطن. نهائي. بنحت جسمي زي ما بقول ان بيحصل نحت القوام، بنزل منطقه البطن ومنطقه الجناب ومنطقه الارداف، اي مناطق فيها تجمعات دهون زياده بتضايق اي حد بتنزل معايا في الكورس ده. الكورس بتاعي النهارده كبسولتي الجديده، بصي انا بقولك عليها ان هي مش بس بديل عمليات تكميم المعده ان انا بسد الشهيه، هي كمان بتخليكي اللي هو تنسي الاكل.
يعني انا مش بس هسد الشهية، انا كهنت الاكل مش خالص. مش عايزة انسى قوي يعني. هيبقى قلت يعني مش هنسى قوي. نص ونص كده عشان ايه. طب استني، احنا معانا تليفون، معانا مين من اسيوط؟ احسن ناس معانا مدام حمدية. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيكي حبيبتي، تحية لكل اهل اسيوط والله. الله يخليكي. اتفضلي حبيبتي، ليكي اي سؤال؟ اه طبعا، احنا خدنا الكورس من الدكتوره نهى يوسف وبشكرها. يا حبيبتي تسلمي. الحمد لله خسيت 15 كيلو. ما شاء الله. في قد ايه بقى وقت؟ في خلال شهر. شهر ما شاء الله. حلو جدا. تمام. الوزن كان كام معلش بعد اذنك يا مدام حمديه؟ كان 115. تمام. ودلوقتي انت خسيتي 15 كيلو. 15 كيلو ما شاء الله، بقيتي 100 في شهر. اه انت واخده كورس بتاع ايه؟ 3 شهور ولا كورس انهي؟ ايوه 3 شهور. 3 شهور، هايل. يعني انت لسه مكمله ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. حسيتي بالاختلاف من امتى بقى يا مدام حمديه بالنسبه لك؟ من اول اسبوع والله. طب انت كان عندك اي مشاكل تانية، ضغط او سكر او اي حاجه، بتاخدي اي علاج تاني؟ لا ما باخدش اي علاج. طب الحمد لله. كانت خشونه بس. الحمد لله. بس حاسه دلوقتي ان انت عايزه تكملي؟ ها ان شاء الله هكمل. انا بشكر كل الفريق الطبي. يا حبيبتي كتر خيرك. بتشكري دكتوره نهى؟ شكرا ليكي. استخدمت حاجات كتير وما نفعتش غير اللي خدته من الدكتوره نهى يوسف. والله يعني انت جربتي قبل كده كورسات تانيه؟ جربت. وكان ايه مشكلتها؟ كانت ما بتوصليش للوزن اللي انت عايزاه صح؟ ما بوصلش اصلا للوزن خالص. فهمتك يا حبيبتي. طيب انا طبعا بشكرك لمداخلتك جدا، وطبعا ميرسي على ان انت بتعرضي لنا كده تجربتك الجميله دي. ان شاء الله يا رب توصلي اللي انت عاوزاه وتبقي احسن واحسن صحه واحسن حياه. نكمل تاني يا ميوسف. نكمل. عامله لنا مشاكل انت بالكبسوله الجديده دي يا ست معين. ماشي يلا. قولي. عايزه اقول كمان ان الكورس بتاعي مش بس ان هو بينزل في الوزن، لا كمان بينشط الجسم جدا، بيقوي المناعه، ودي حاجه احنا محتاجينها الفتره دي جدا جدا جدا. بينشط الجسم، بيقوي بس المناعه. بس معلش مش احسن من العصير بتاعي بتاع المناعه؟ مع بعض بقى. الجولد درينك. الناس بتقول لي ما ايه، انا لو ماما عرفت الجولد درينك ده هتخليني كل يوم اشربه. أيوة الصبح. ايوه فعلا دي حقيقه. حبيبتي ربنا يخليها لك يا معي. الكورس بتاعي بيقوي المناعه جدا، بينشط الجسم، بيكافح الشيخوخه، مضاد للفيروسات والاكسده. فكل الحاجات دي مع بعض انا بقول ان الكورس مش بس بينزل وزني، كمان هو انا بعتبره كورس علاجي. تمام. ان هو بيعالج لي اي مشاكل عندي صحيه بسيطه، وكمان لو في سكر لو في ضغط بيبدا بقى يظبط لي مستوى السكر في جسمي، مفيش مثلا سكر عالي في الدم، كل ده بيبدا. ما بيتعرضش مع اي علاج للناس اللي هم عندهم مشاكل سكر او ضغط او كده؟ ليه؟ حلو. لان هو اصلا كله اعشاب طبيعيه. يعني انا ما اجيب لك مثلا عشب الكوجاك، راسبري، الحاجات الطبيعيه دي كلها بيبدا الجسم يخش له بحاجات طبيعيه، الياف، فواكه استوائيه، فيتامينز وحديد وكالسيوم، كل ده حاجات طبعا مش موجوده عندنا هنا في مصر. فانتوا خلاص هو المنتج جاي من بره، على ان احنا مدعمينه بحاجات مش بتتزرع اصلا عندنا وغاليه جدا، مش موجوده في كل المنتجات الحقيقه ولا في كل الكورسات. هم بس ليفي تارم جلوبال. وطبعا احنا هننزل تاني برده صفحتين عشان لو لسه حد منضم للفقره. وهنقول مي كانت بتتكلم على الكورس الفردي، هي بتتكلم على الكبسوله الجديده اللي هم مدعمينها بحاجات كتيره جدا، واللي هي بتعمل ايه بقى يا مي؟ هي الكبسوله بتاعتي النهارده اللي هو الكورس الجديد بتاعي الاساسي، اللي هو اول واحد، بيسد الشهيه جدا، بيعلي لي معدلات الحرق في الجسم جدا، بينقي لي جسمي من السموم، وبيسندني، وفي نفس الوقت ان هو يعني بيخلي جسمي مليان فيتامينز، حديد، فواكه استوائيه، كل ده بيبدا جسمي يدعم بيه. فبالتالي انا بقول الكورس بتاعي مش بس بينزل الوزن، لا كمان بيدعمني، بيدعم الجسم، وكمان انا بشوف ان هو كورس علاجي. كل ده مع بعض. والكورس بقى التاني بينزل منطقه البطن، هبدا الاحظ نتيجته من اول اسبوع. ده بالذات اللي هو بتاع منطقه البطن. منطقه البطن بينزل منطقه البطن، بيركز على اي مناطق فيها تجمعات دهون. في ناس بتقول لي طب انا مشكلتي في ناس عندها في عيني في الدراعات. في الدراعات وفي الجناب، كل ده هو الكورس ده بالذات بقى، ده كورس نحت. حلوة. بيركز على مناطق تجمعات الدهون في اي منطقه في الجسم، وكمان اخصه منطقه البطن. كويس. وكمان بينحت وبيثبت، يبقى ده كورس نحت وتثبيت، اللي هو الهديه النهارده معايا، كورس الهديه. حلو قوي قوي. يعني كورس وعليه كورس هديه. ده مظبوط. هي 70% خصم. 70% خصم النهارده لحد الساعه 11 بالليل. 12 ده بناء على لحد الساعه 12 بالليل. انا اللي بقول هنا 12 بالليل. ماشي. برنامجنا بقى وعلى قناه المحور بنعيش حياتنا. قول. انا عايزه برضو ان انا اشجع الناس، لما حد بيجيني بيقول لي انا مثلا خدت قبل كده منتجات تخسيس جابت لي التهاب في المعده. في ناس بتبقى عندها مشاكل كتير كتير جدا جدا جدا. او ما جابش معايا نتيجه، او مثلا ماشي على دايت بقالي كتير مفيش نتيجه، او بخس
وبيرجع وزني يزيد تاني. يزيد او بتثبت، في ناس بتثبت يعني ما بتنزل في ولا الفتره كده تلاقيها ايه، ولا بزيد ولا بقل وعايز انزل مش عارفه. فانا بقول لهم الكورس بتاعي النهارده مع لا هنجوع ولا هتحسي بهبوط ولا هنحس بتعب ولا انيميا ولا حاله نفسيه سيئه واكتئاب وضغط عصبي اطلاقا. الكورس بتاعي كله اعشاب طبيعيه بتخلي حتى نفسيتي احسن. بتخلي حتى انا بعد ما انزل وزني بتلاقي حياتها حياه احسن، حياه افضل، صحه افضل، بتحرك وبروح وباجي. فالنهارده كمان عشان احنا داخلين بقى على الصيف وداخلين على رمضان، بنخلص بقى الشتاء نلبس بقى الصيفي حاجات بقى خفيفه ونبدا بقى نلاقي البطن طلعت ايه، الحاجات طلعت امتى. لا فاحنا النهارده الكورس بتاعي بينزل لي منطقه البطن وبيركز على اي مناطق فيها تجمعات دهون. هاخد النهارده معايا الكورس اللي هو الجديد بالاضافه لكورس منطقه البطن. انا مخصصاهم الفتره دي ليه؟ عشان الصيف. لان احنا قبل الصيف بقينا فتره قليله وزننا بشكل كبير. اللي احنا بقالنا بقى فتره طويله في الشتاء عمالين بقى نكون في دهون وطبقات من الدهون، لا ده كله انا بنزله النهارده معايا بالكورس بتاعي الجديد ومعاه كورس منطقه البطن هديه. انا بشكرك طبعا يا من يوسف. طيب احنا بقى قلنا مفيش مشاكل لمرضى سكر وضغط وكوليسترول، في كورسات تانية ثنائيه وثلاثيه دي لو حد اوزان بقى عاليه جدا فوق المية بحاجه كبيره بياخد الكورس اللي هو 3 شهور وممكن يبقى مدعم. ده على حسب ما بيشوفوا الحاله بتاعتهم تستدعي ايه والفريق الطبي بيقول ويقدر يدعمه برضو بالكورس الجديد في الكبسوله الجديد. الكورس الجديد مشترك في كله سواء فردي او ثنائي او ثلاثي. هايل هايل. وطبعا بتابعوا الحاله ها. في حالتين، في حد من بره مصر وفي حد جوه مصر وعايز بس يعرف اللي هيتواصلوا مع الحاجه ازاي ومين هيتابع معاه. لو حد بره برده بياخد الكورس هنا، حد ليه مثلا جوه هنا بياخد له الكورس لان احنا بنوصل لجميع محافظات مصر. انا عارف. لا هو اوريدي خلاص خدوه بس عايز بقى حد يتواصل يتابع معاهم ياخدوه ازاي ويمشي معاهم متابعه. فانا طبعا اول ما توصلني الارقام هبعت لك، هبعت على الشركه على طول. هم بنبعت ميل وهم بصراحه ما بيتاخروش. طيب يبقى احنا النهارده الكورس الكورسات اللي موجوده سواء لاوزان متوسطه او اوزان يعني ما تتعداش ال 100 او حتى لفوق ال 100، عندنا الكبسوله الجديده الذكيه دي اللي هي بتلعب على كل الكورسات ولكل الحد عنده عرض معين. طبعا بشكر ضيفتي الجميله شرفتني ونورتني مي سمير. ميرسي مي يوسف. ميرسي يا زوزو. ميرسي نورتيني شرفتيني. ميرسي على الخصم 70% يا جماعه النهارده كل المحافظات شحن مجانا. اتصلوا بقى خدوا الخصم. النهارده احنا عملنا العيش التركي، عملناه بالاعشاب ويا ريت لو في زعتر لبناني يبقى الطف. وعملنا كمان السينامون رولز اللي هي بالتفاح، واتمنى يا رب تكون عجبت حضراتكم. النهارده عملنا الجولد درينك علشان نقوي مناعتنا وناخده الصبح علشان على الريق كبار وصغيرين، ما بيأذيش المعده ما بيعملش حاجه وخفيف ولطيف طعمه حلو. اتمنى يا رب دايما ربنا يبعد عنكم كل حاجه وحشه وربنا يسلمنا ويسلم مصر جميعا وكل الدول العربيه وكل يعني الناس اللي بتتمنى السلامه من اي حاجه وحشه وشر الامراض، يا رب يعني يعافينا ويعافيكم دايما. اتمنى من الله من هنا لحلقه جديده اشوف حضراتكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، و السلام عليكم.